رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في بكركي مهنئا بعيد الفصح والبطريرك الراعي يعول على العهد في النهوض الاقتصادي. تلبية لدعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالمشاركة في قداس الفصح، حضر رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى صرح بكركي. توجه الرئيس عون إلى داخل الصرح والتقى البطريرك الراعي في غرفة جانبية، حيث عقدا خلوة ثنائية تناولت الأوضاع والمستجدات الراهنة. أعقبتها كلمة مختصرة لرئيس الجمهورية موجها بوصلة المواقف السياسية نحو فلسطين. رجاءنا السنة لقيامة لبنان وخلاصه من التعسر. إذا تمت السيطرة على المعالم المسيحية بالقدس مثل كأنه بجف النبع يلي بيغذي العالم بالروح المسيحية، نحن ما بدنا كنائسنا تصير بس مرافق سياحية. مواقفنا السياسية لازم تضل تهدف إلى اللي عم يحدث بفلسطين. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الفصح على مذبح كنيسة الباحة الخارجية بحضور سياسي خجول اقتصر على الوزيرين بيير رافول وسيزار أبي خليل وفعاليات سياسية وأمنية واجتماعية. وبعد الإنجيل ألقى الراعي عظة بعنوان لقد قام وليس هنا. ففي السياسة أمل الراعي بالمزيد من النهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد، كما شدد تربويا على تمويل من الدولة للدرجات الست للحقول دون إقفال المدارس الخاصة. أنتم فخامة الرئيس على رأس الدولة تقودون مسيرة هذا النهوض. إننا نشكر الله معكم ومع كل المسؤولين في البلاد على عودة المؤسسات الدستورية والإدارات العامة إلى عملها، فيما الملفات المتنوعة والمؤجلة متراكمة عبر السنين. ونشكره تعالى على ما تحقق من إنجازات على أكثر من صعيد، وبخاصة ما يختص بزيادة قدرات الجيش والقوى الأمنية وسائر الأجهزة. كنا نتطلع مع فخامتكم إلى تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة بكل ما لها من حسنات على كل صعيد، ومحاربة الفساد وضبط مال الدولة والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الإنماء الشامل وتوطيد الأمن المتوازن والعمل الجدي على تحييد لبنان. وفي الختام توجه الرئيس عون والرئيس جميل بصحبة البطريرك الراعي والكاردينال صفير إلى صالون الصرح، حيث تقبلوا التهاني بالعيد.